السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب الهداف مع محمد الصيفي. النهاردة هنتكلم عن شوية نقط بسيطة جدا عن مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، وكمان هنتكلم عن البروتوكول الجديد اللي كابتن عصام عبد الفتاح أظهره لينا في الدوري المصري والفار والقانون بيقول إيه وبينص على إيه، وهجيب لكم حاجات حصلت في دوريات تانية وناس انتقدت الموضوع بشدة، وهل عصام عبد الفتاح هو اللي صح وكابتن امين عمر ولا لا. مبدئيا كده وقبل ما نبدا الحلقه نبدا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين ثم اما بعد. هنتكلم عن النادي الاهلي ومطالبه للاتحاد المصري. النادي الاهلي بيطالب الاتحاد المصري باعاده المباراه وفقا لنص القانون الذي نص عليه عن طريق كابتن عصام عبد الفتاح انه لو حدث خطا في التحكيم وأدى إلى فقد نقاط لفريق ما، أي فريق بقى في الدوري، سوف تعاد المباراة، سوف تعاد المباراة. فالنادي الأهلي مسك في الحتة دي وسند بلعبة حصلت في مباراة أستون فيلا، وكان اللعيب بيلعب الأوت ورجليه داخل الملعب، وفي الدقيقة 86 يعني بص مش هتكلم بقى، مش في نص الشوط الأولاني يعني، ده لأ ده في الشوط الثاني وفي آخر دقيقتين، تمام؟ نص على كده واتكلم مع الاتحاد المصري انه لا يا كابتن عصام انت قلت ان اي حاجه هتحدث زي كده يعاد المباراه، عيد لنا بقى المباراه. ده واحد. وقبل بس ما نسيب كابتن عصام عبد الفتاح والراي الغريب اللي قاله على قناه اون تايم سبورت، ان بيقول في حاجه اسمها روح البروتوكول اللي هي شبه روح القانون. هو في حاجه اسمها كده يا كابتن؟ ده انت راجل دولي، انت راجل دولي، ما ينفعش انت بتقوله دوت. احنا لو حد سمعنا بره مصر بتقول الكلام ده واكيد سمعوا يعني، واكيد سمعوا هيتريقوا علينا، هيتريقوا علينا. يا كابتن انا عايز اسالك سؤال، لو انت بتشوفت الفيديو ده اسالك سؤال واحد وتضط عليا بمنتهى الصراحه، او لاي حد بيفهم كوره بقى وبيفهم قانون، الفار بيتدخل في انهي يعني الفار ده اصلا اتعمل ليه؟ عشان يرجع حكم الساحه في خمس حالات او في اربع حالات، يا ضربه جزاء يا كوره اوفسايد، ها؟ بس كل ده تكون تسببت في هدف، يعني تكون الكرة تسببت في هدف. بيراجع بقى على ايه الفار؟ يا اوفسايد، يا حد اتضرب دخل ال 18 بره ال 18، فاول قبلها، الكلام ده هي دي الحالات فقط، فقط حالة زي ما بيقولوا كده استثنائية، غير كده انا اسف كله بلح يا كابتن عصام. دي بالنسبه لكابتن عصام عبد الفتاح وبالنسبه للنادي الاهلي ومشواره مع البنك الاهلي. طبعا في مباراه استن كومباني اللي كان عايز النادي الاهلي ياجلها، وانا بصراحه انا مش شايف انها تتاجل، يعني انا كاهلاوي لا انا ما تتاجلش، انا العب بالصف الثاني، اطلع زياد طارق واطلع الناس اللي كنت بلعبها ايام دوري الرابطه وباذن الله هيكسبوهم، مع كام واحد، مع محمود وحيد، مع الناس اللي ما بتشاركش في بطوله افريقيا او في اي حاجه ثانيه، تمام؟ حمد محمود عايز يلعب، اسمه ايه ده، محمد متولي، في كذا لاعب كويس جدا ممكن ان هو يشارك، احمد كوكا، في فيرو تحت في الناشئين كويس جدا، حسام حسن يا عم اديله في الدوري المصري ما دام انت مقعده مصديه كده. طيب اخبار ساره لجماهير النادي الاهلي، الرياضيه المغربيه تعلن رسميا عن حكم مباراه النهائي وهو فيكتور جوميز، فده خبر مهم جدا. طبعا كلنا عارفين الرياضيه المغربيه ما بتقولش اي كلام ولا بتطلع اي كلام، دايما قراراتها بتبقى سليمه ولكن ليس رسميا الى الان، يعني فيكتور جوميز لسه لحد دلوقتي مش رسمي انه يكون في المباراه النهائيه، ولكن احنا بنصدق على صحيفه الرياضيه المغربيه لان اخبارها دايما بتبقى صادقه. احب اطمنكم على الشناوي، الشناوي بخير، عنده شد بسيط في الخلفيه وده اجهاد عضلي، ان شاء الله هيلحق النهائي وممكن ما يلعبش الماتش اللي جاي بشكل اساسي، يعني ماتش ام باحتمال ما يشاركش فيه، عشان كده هو نزل علي لطفي وبادئ بان هو يلعب، يعني عشان خاطر ما تشدش عليه اكتر من كده وتتفاقم الاصابه. النادي الاهلي يطلب من الاتحاد الافريقي نصف تذاكر المباراه، 50% من التذاكر، وطلب انه هيدفع ثمنهم كاش، وفي جماهير وفيره جدا جايه من النادي الاهلي وبيوعد بان ان شاء الله الملعب هيبقى ممتلئ. جماهير النادي الاهلي عايزين نساند النادي الاهلي الى اخر حدود، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الثالثه للنادي الاهلي على التوالي وال11 في تاريخه، وباذن الله باذن الله نعمل حاجه السنه دي في كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو قديم هيبقى 24 فريق ومحدش كان مصدقني
محدش عمل لي لايك على الفيديو ده، بس انا بقول لكم دلوقتي اعملوا له لايك وانزلوا اعملوا له سبسكرايب دلوقتي ولايك على الفيديو ده، عشان خاطر اللي انا قلته طلع بالنص. 24 فريق هيشاركوا في بطوله كاس العالم للانديه هذا العام، منهم بطل الكونفدراليه والاول والثاني في الشامبيونز ليج الافريقي. ودي كانت حلقه النهارده. اللي بيشوفني لغايه دلوقتي ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس. احبائي واصدقائي في كل مكان، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.